فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. آيات الأحكام. الكلام هنا عندنا كما قلنا في مسألة قذف المحصنات، ما زلنا مع قذف المحصنات والكلام على الذين يرمون المحصنات. قال العلماء من الأحكام: هل يشترط في الشهود العدالة؟ لأنه سيترتب على ذلك كما قلنا سيترتب على ذلك أحكام. هل الشهود لابد أن يكونوا عدولا حتى يؤخذ بشهادتهم في مسألة القذف أو مسألة الزنا؟ الآية جاءت صريحة مطلقة، لم يشترط فيها الشارع شيئا في الشهود. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ما قال بأربعة شهداء عدول، تفضلوا، بأربعة شهداء عدول. قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الأئمة اختلفوا على ذلك في أهل الشهادة، هل لابد أن يكون عدلا أم لا. الشافعية يرون، وهذا قول الجمهور، بأن العدالة شرط في صحة الشهادة، العدالة شرط في صحة الشهادة، ولأن الله جل في علاه قال الله تعالى: فاستشهدوا شهدين من رجالكم فلم يكونا رجلين ففرجوا امرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، ولأن الله قال: وإن جاء يا الذين آمنوا إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الحنفية أن الفاسق من أهل الشهادة، الحنفية يقولون أن الفاسق من أهل الشهادة، وثمرة الخلاف تظهر بأنه لو شهد أربعة من الفساق على رجل بأنه زنى هل يقام عليه الحد أم لا؟ شهادة الأربعة هل يقام عليه الحد أم لا؟ في خلاف، في خلاف بين العلماء في ذلك. فالحنفية يقولون إن شهد الأربعة بزنا امرئين لا تقام على الحج، لا تقام عليه لا يقام عليه الحد، لكن شهادتهم أوجبت شبهة وجب درؤها، شهادتهم أوجبت شبهة وجب درؤها. وأما الشافعية والجمهور يقولون بأن الأربعة قذف ويقام عليهم الحد. أما الحنفية فقالوا: ولو كانوا من الفساق فإن شهادتهم أوجبت شبهة، تقبل شهادتهم وأوجبت شبهة فيسقط الحد، وأيضا هم لا يحدون، وهم لا يحدون. الشافعية قالوا الأربعة يحدون لأنهم فسقة وليسوا من أهل الشهادة. ابن تيمية يرجح كلام الحنفية ويقول بأن الحدود تدرأ بأدنى الشبهات، وهذه مقاصد الشريعة، يعني هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن الحدود يعني تدرأ بالشبهات، وهذه شبهة. الأربعة اجتمعوا على مثل هذا فهذه شبهة من الشبهات، هذه شبهة من الشبهات. هذا ما قاله ابن تيمية ورجح ذلك، والصحيح في قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالصحيح أنه لا يفعل ذلك، يعني لا يقال بقول الحنفية ولا ترجيح ابن تيمية، والصحيح أنه الأربعة قذفة والأربعة يقام عليهم حد القذف، الأربعة يقام عليهم حد القذف. وهل يحد؟ لا، ما يحد، هو الآن شهادتهم مردودة وهم قذفة فيقام عليهم الحد. الحكم الذي يليه وهو حكم هل يشترط الشهود أداؤهم للشهادة مجتمعين أم متفرقين. طبعا الاجتماع والافتراق له تأثير، والمسألة تظهر في واقع الحال.
ظاهر الآية الكريمة أنه أيضا قال ولم يأتوا أربعة شهداء، لم يفصل إذا جاءوا متفرقين أو جاءوا مجتمعين. فهنا أيضا جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية وغير هؤلاء والحنابلة قالوا بذلك، قالوا إذا جاءوا متفرقين أو قالوا أخذا بظاهر الآية إذا جاءوا مجتمعين أو جاءوا متفرقين صحت شهادته. لا لست مع أصحاب الكهف، هذا درس جديد، هذا درس جديد. هو معلش أنا آسف، وجدت تعليقا عجيبا جدا، يعني طبعا يفهم منه شيء رائع لما تكلمنا في مسألة العلماء، فوجدت تعليقا منك وهو سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وش هذا التعليق؟ بعيد جدا على ما نحن فيه، ما علاقته بما نحن فيه؟ لا نحن الآن مع أهل الفيس، تركنا أهل الزوم وفضلا انتهينا من محاضرتهم. طيب هل هنا يشترط الاجتماع أو التفريق أو الاجتماع سواء؟ الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا التفريق والاجتماع سواء، لأن الشرع جاء به على التعميم فيبقى على التعميم. لا نريد، ما العلاقة؟ لما هذا التعليق؟ نريد هذا التعليق بالذات، ما العلاقة بينه وبين ما تكلمنا فيه؟ فضل أستاذ أحمد، هذا يبقى هذا التأصيل العام أن الشافعية والجمهور قالوا جاء الأربعة متفرقين، جاء الأربعة مجتمعين، صحت شهادتهم والآية جاءت عامة، ويبقى العام على عمومه حتى يأتي مخصص يخصصه، أو على الإطلاق يكون على الإطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والمسألة على إقامة الحد تكون على الأربعة الشهود ويكون عدولا ولهم فيها شيء بهذا. تفضل أستاذ أحمد، نتشرف بحضرتك وتعلمنا ما جهلنا أو انصحنا بما أخطأنا فيه. قال أبو حنيفة، قال لابد أن يكونوا مجتمعين، واستدل على ذلك بحال المغيرة بن شعبة بأن الأربعة الذين اجتمعوا عند عمر بن الخطاب يشهدون على الواقعة كانوا مجتمعين. التعليق لك الأول، عندما تكلمنا عن العلماء كتبت أنت سأعلمون غدا من الكذاب والأشر، كان مستغرب جدا، ما علاقته بما نحن فيه؟ فكلام أبي حنيفة يقول لابد من الاجتماع، والصحيح كما قلنا ما كان ظاهرا في الآية يبقى على الآية ظاهرا ويعمل به، لأن ظاهر الآية ثم لم يأتوا أربعة شهداء فكان على الإطلاق، ويبقى المطلق على الإطلاق ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي المطلق على الإطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. هذا هو، فيكون حقا كلام الجمهور أولى من كلام الأحناف أو الحنفية في هذا الباب، الذين يشترطون أن الأربعة يكونوا في شهادتهم مجتمعين. صحيح اجتمعوا أو تفرقوا، المهم أن ينطبق فيهم الوصف بأنهم مرضيون وعدول، فهنا يكون هذا الباب. حجة مالك والشافعي كما قلنا في هذا الباب أن الآية جاءت مطلقة، وأما أبو حنيفة بيقول بقصة عمر، نقول هذه الواقع وقعت الحال ليس فيها تخصيص ولا تقييد، وش الدلالة على التخصيص والتقييد؟ وافق أن الأربعة دخلوا معا لعمر بن الخطاب فاستجوبهم أو فسمع لهم، ليس ثم الدلالة على مسألة وجوب التفريق. الحكم الثامن هو حكم هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا، صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل الحد مثل حد الحر أو لا؟ يعني هنا يتشطر الحد أم يكون الحر كالعبد؟ الجماهير بل إما الأربعة اتفقوا على أن العبد لو قذف يقام عليه الحد، لكن يتشطر الحد، يعني يكون يعني فيه يعني على النصف، يكون على النصف. إذا قلنا بالجلد 80 فيجلد 40، يجلدونه 40 على النصف، والتشطير جاء بالأدلة، التشطير جاء بالأدلة لقول الله تعالى فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، هذا عام في كل فحشة، والقصف فحشة أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وظاهرية، وذهب الأوزاعي أيضا إلى أن الجلد
يصل إلى 80 العبد كالحر لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، ولأنه حد وجب لصيانة الحق الآدميين، إذ إن الجناية وقعت على عرض المغذوف، والجناية لا تختلف بالرق ولا بالحرية، والجناية بالرق. نعم، آية والذين يرمون المحصنات لا تفرق بين الرق وبين الحرية. فلذلك يكون الأمر هنا في هذا الحكم أن المساواة بين العبد والحر مخالف لصريح الآية، وصريح الآية جاءت على قول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فجعل التشطير في العقاب، وهم متفقون دائما في هذا الباب أنها لو زنت وإن كانت سيبا أما عليها نصف ما على البكر من العذاب، يعني 50 تجلد 50 جلدة. نعم، والحق أن قول ابن حزم قول وجيه، لكن خالف ظاهر القرآن. نحن نحج الآن بظاهر القرآن الذي يتمسك به. ظاهر القرآن التشطير، ظاهر القرآن التشطير لقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإن كان هناك وجاهة لقول ابن حزم، لكنه خالف ظاهر القرآن. فإن خالف ظاهر القرآن فظاهر القرآن يقدم على أن الفاحشة فيها التشطير والتنصيف بين العبد وبين الحر. يبقى الحكم الأخير، وهو هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. هذه فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن الحد حق من حقوق الله تعالى، وهذا قاله أبو حنيفة. ومعنى هنا إذا كان حق من حقوق الله، إذا ارتقى إلى ولي الأمر، إذا بلغ ولي الأمر وجب عليه إقامة الحد تنفيذا لحكم الله جل في علا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على السارق عندما قال له صفوان عفوت عنه، قال: هل هذا قبل أن تأتيني؟ وقال: من أبدأ لنا صفحته أقمنا عليه الحد. وجزاك الله كل خير. وإذا كان حقا لله فإنه لا يسقط بعفو المغذوف عن القاذف، لا يسقط بعفو المغذوف عن القاذف، وإنما القاذف له التوبة والأوبة وسرعة الفعل لا يرفعها، فإن تاب تاب الله عليه، لكن يقام عليه الحد. ذهب الإمام الشافعي وقول الجمهور أيضا بأن حد القذف حق محض للآدمي، وهذا يترتب عليه أنه إن بلغ أنه لا يقام الحد حتى يعني أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب من المغذوف، أن الإمام لا يقيم الحد إلا بطلب من المغذوف، هذه واحدة. والثاني أنه حتى إذا طالب به الحاكم وجاء المغذوف فقال عفوت عنه يسقط الحد. الثالث لأنه إذا مات المغذوف فالحق يتوارث، الحق يتوارث. وهذا القول أيضا القول الثاني قول الشافعية والمالكية. والقول الثالث قول لبعض العلماء، قال فيه شائبة لحق المغذوف وفيه شائبة لحق القاذف. ومن هنا نقول هذا هو الحق، حق القذف فيه حق للأدمي نعم، وفيه حق لرب البرية سبحانه وجل في علاه. لذلك لو بلغ الحاكم واجب عليه أن يقيم الحد ولا يسقط بإسقاط المغذوف له. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح بأن القذف فيه شائبة من حق الله وحق المغذوف. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.